السائلة في سؤال لها تقول فضيلة الشيخ: الإنسان إذا طلب العلم وكانت النية هو الحصول على هذا العلم وطلب الوظيفة في نفس الوقت، ما حكم المال الذي يأخذه من هذه الوظيفة؟ إذا كان طلب العلم الشرعي لأجل الوظيفة فهذا ممن يريد الدنيا بعمل الآخر، قد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم. الذي يقصد بالطاعات وأعمال الخير يقصد بها الوصول إلى طمع الدنيا داخل في هذا الوعيد الشديد، وهذا من الشرك، من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه يحبط ثواب العامل ويخسره أجر عمله، هذا وعيد شديد. ولكن باب التوبة مفتوح، فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن النية، سواء طلب العلم أو يعدل نيته ويصححها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.